بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قهدار وبنارت رزدار صلاة خدر سروابن خلاك كاديج برنامج وبرنامج مجوى إسلامي أجر خدي حسكتني إن شاء الله دي بيش كيشكي هيفيتكم شرب العالمين هندي أو بيزانين ومعلومات فان برنامج دا السر تاريخ إسلامي رب العالمين إن شاء الله همي بما بخير بنبستن هنجي جيانا خدا يا دنيا وباشي آخرت مفاكي باش جوار بجرن رب العالمين بكت ماي خير وبركة بما همي خوش كبرايت عزيز تخلق بوري داما بحثي مرنا كساكي كربي كو راستا راست يانجي اكسر علاقته بحيواندي بتاريخ أموية وهبي كارتي كرنكا مازن التاريخ أموية كربي أو جي مرنا أبو هريرة أبو هريرة أو صحابي پیغمبري صلاة خود السربن أو نافدار وقهاستنا فرمودت پیغمبري صلاة خود السربن وهر وصا أو كو جلك قايش السرحات يا كيشان و جلك ناكامياوي هات يا كرن جلك شبهات السرحاتنا بلاف كرن چونكو أو يتخندكا برواني كرن دا إش حديثة پیغمبري صلاة خود السربن هيرشت مازن يتحاتنا سروي ديني يتحاتنا سر شخصيتا پیغمبري صلاة خود السربن حاشا يتحاتنا سر يعني وجود رب العالمين كو كفر وإلحاد أفريكا يا شركي بيامانت كتن السر وجود رب العالمين ويبيكولت كن كو ديار كن بو خلقي كو رب العالمين نينا وهف دنيا بخواه هاتيا تشيكرن بشتينجي شبهات السر شخصياتا پیغمبري صلاة خود السلام باشي هزار و ايك ببختي السر قرآن كو قرآن نا كلامي رب العالمين يا أخفتنا پیغمبري صلاة خود السلام بشتينجي تاتين بشتي أف هولو بزاف تحمي سر نگرتين يتاتين تيرت جهركيت برداينا حديثة پیغمبري صلاة خود السلام كو فرمودو حديثة پیغمبري صلاة خود السر پیغمبري بن تنه هجمارت نیوا اسلام احتمال هجتا جیکا پتر اگر وانا شیا یعنی حدیثا پیغمبری بریندار کن اوانا شیا هر وکی نیوا کا اسلام بحرفینن و بریجر سربری نهیلن بجا یش همیا پتر بروانی یعنی یش همیا پتر یعنی اف حدیثا و گوهاستی و مفاقی گلا گلا که مازن گهان دیا وی دینی استحابت پیغمبری اسلام خلیس هبن ابو هریره بیش برهنده کسیاتیاوی کتا بر هرشا تيرت وان الجهرة كري وحتى في قاوي وحتى حتى قيامة جي احتمالا دي اف كسيها يه برهم بر بتن تقل چپرت شري تقل كافرا و تقل ملحدا و تقل بدينا و تقل هندي افتكو دي جي اسلام كارت كن و شولت كن اتخلق بوري دما چند اكر سر جياناوي آخر دي دوي خلق كدا اگر خود حسكت محاولي كين ابدو ما هيك بينين جياناويا بيروزو مبارك خوشكو برايت عزيز ابو هريرة اتبيجتن بخوا او بخوا اتبيجتن هين تبجنا من أبو هريرة قالك حديثة پیغمبري صلاة خود السربين دفقه هستين ودبت احتمالا هين وصا هزر كنكمش مهاجرة وأنصارية جي بتر حديثية دفقه هستين حديثة پیغمبري صلاة خود السرب پیغمبري بن اگر چيه قالو أبو هريرة بخواب خواهد بجتا خواه ويه جابا خواه جدد بجتن بو چي من اش مهاجرة وأنصارية بتر يعني حديثة پیغمبري بقه هستين يا ايكي هندي که مهاجر بين وقتش هجرت كريش مكه بو مدينة وارو ملك مال خو هلابي فقير وجاربين بجا وقت المال بان بسيكو بازار را بين بخا تجارت كر بلكي باريا كيناني بو عيال خو كوم بك ند گهشتن بينه ديوانا پیغمبري اگر شخوا بانگ جهاد هادا هات با هلدان البروكت شري بينو جهادت كر بروانيت كر اج دين خود تعالى ابا مهاجر وهر وصا انصاري جي دي صابا اوجي يعني تمجيل بين ملكي خو با بستان ورز وباغت خو با چنكو اخو جهه مدينه بين واوانا يعني زراعته و چاندن و دخل و دان و هر وصا يعني فقه و درامت هبی هر دي سابه بوانا جي وقته بانگ جهاد هات با هل ديران او جي چونه برو كت شريش برنده مهاجره و انصاريه هندي من يعني ابو هريره ادبشتن حديثة پیغمبر صلاة خود السربن نوه گوهاستينه پشتی هنگه يك مجلس بشتن اك جواتا پیغمبری نه چویا الا اس يه لی آماده بیم چونکو اس يه بطال بیم ما گوت خلاك بوري ده ما قلت إش أهل الصفة بأهل الصفة بطالوا عطالبين المزقفت بتشتنا خاري بس بو يعني كارت كربو دس ده إنا نزان استوى علمي وأجر شبنا جهاد أما أجر جهاد نبا هما ترينشنا خاري وعلم الزانست ورد قرتش برهندي بيشتن جارك بتنش غزاي أز غايب نبي مش إش جواتك جوات پیغمبر صلاة الله عليه وسلم حتى بيشتن جارك پیغمبر صلاة الله عليه وسلم قلتي كيش وده قميص خوا إختن أز دتشتكي أخفتنا كي دوي قميص ده أخفم
و او وی قمی سب کتاب بر خب شتینگی هر تشتکی او گله بتنش وی تشتیج بیر نکرد گویی بری همه صحابه من قمی سخو اخست گم دینا بر سنگی پیغمبری صلوات خود سربن پیغمبری گود دوی خوا یه پیروزم بارکینا هندا وی قمی سی و چند که بو قمی سی آخفت گود گوتا من لیک دوی قمی سی و گود من او قمی سب سنگی خوا و نا پاشی مکره بر خوا و پشتینگی گویی فما نسی تو بعدها ابدا گویی پشتی به ریدانا ها گویی من چجا چتش اجبیر نکر اجبر هنده ابو هريره قالك حافظه كي مازن بي يعني ابن ابو دنگ بي بوش بركرنا يا حديثه پیغمبري صلى الله عليه وسلم كان حافظا واذا ابا وكي قلتي مصطلح حديثنا كان حافظا ضابطا دقيقا قالك يا مزبيط بي قالك حافظ بي جبركر ويا مزبيط بي ضابطا ودقيقا قالك يعني هيركاتي اتشو سربابات حديثه وكسه هنديوي حديث بدرستاهي برو ريشال بنهاتيا نقل ناكريا اجبرند دو صفات دو صالوخات الدف ابو هريره هابين ايك شوانا الماكي قالك قالك ما ظن هابيك وقالك حديثه پیغمبري يعني الدف هابين وقالك روايات كربين افا ايك يا دو يعني هيزاج بركرناوي تشتكي عجيب وغريب يعني كاس تشمروف وكيوي الوي سردمي يعني بوش بركرنا تشتي يبهزو قوات نبين وقالك مزبيط بيجيبو و کی گویی وگوهاستن هر ورگرتن خواب خواجی پشت اینگه وگوهاستن های بهند که دی کس هندیوی یه مزبیت نبی اجبر هنده یعنی اوید کو درجاهی تاریخ اسلام آن همه همی تاریخ بشریت هندی اوید کو یعنی ناو دنگی توان بزانستی علمی بلا و بین و چار کنار دنیای بلا و بین همی اون اوید کو اف هر دو صفت الدفن ایک شوانا عالم و زانانه یا دوی قوت حفظاوان و هر وسط مزبیت یوانه بو يعني قلبينا وفجواستنا جل جلك قوته هزن لما نافو دنجت وانا يعني اتناف خلكي داي بلاف بيو عالمك عالم وزانا ي الناف ده نفيسر مرواني مروان بن حكم يعني كاتبوي مروان بن حكم توي دميدا والي مدينة بي كاتب مروان بيشتن جارك مروان بن حكم جاب أبو هريرة فريكم قد من دي جاب أبو هريرة فريكم دلجل آخرهم ده پسیار آجکم و تل پشت پرده بنویسه تو هر تشتا کش دوی ابو هریره درد که وطن تو وی تشتی همیه بنویسه گوتی از چومه پشت پرده ابو هریره هاد دیوانا مروانی گوتی مروانی گوتی هندی او مال بیت المال او خیک و خراجت یت بصرمانا و غنیمه و مال بیت المال هندی ات سالک کامل درهم درهم که اشکیره اینایا و چند اینایا و که اینایا و الکی هاتیا بلاف کردن و چند مایا و چند چویا یعنی صادر و وارد گویی همی یعنی فلسپ فلس قریش قریش همی گویی مروانی بو ابو هریره گوت و ابو هریره جه همی خرکه خر یعنی وکی گویی سر دل خوش بر کرد گویی او سال زبرت سال دیا پاشتر گویی من جی طبعا کاتب ابو کاتب مروانی بیشتر من او تشت حمی نویسی البشت پردر سر ورقه که گویی پشتی ساله که گویی جارا کدی مروانی جابا یا ابو هریره ورکر گوت گوتی کاوره بو من او صحبتا پار من بوتا کری یعنی بحث بیت المال و کاچنت مال هات بی و چنت هات مزاختنه و شکیره هات بی و هر یکی کاچنت اینا بی و که اینا بی او همیه بو من وگوه زبه گودی سوال پشت پرده گوتی من گوه خود دایه او من پار نویسی الدفتر همی گوت ابو هریره السر عقل خو السر دپ عقل خو همیش بر کی بگوتی خو گوتی سن تک جی هر وای که قریش جی نکه منزید حمیب مزبیت جرکادی یعنی و گوهاستش بر هند ابو هریره یعنی نمرو وای که حسای هوام طبی آن هما مرو وای که ساده عادی به حاشی جنابی و انما مرو وای بی کساتی وی کساتی کا خارق بی یعنی زیدای طبیعت و سرشت ی بشری بی المدینه پیغمبر صلی الله علیه و آله بو پترش ماوی 25 سالا فتوای داینو صحابه پیغمبری ات موجود یعنی هشتا صحابه اف عشرات اف ده احتمال ال اویدی بین المدینه هبین و ابو هریره فتوای داینو و علم زانستی بلا وکری ریکت حدیثش همیه درست او ریکت کو حدیث جهاتی و گواستن عربی بجن طرق الحدیث هر ریکه کا یعنی هر ریکه کا آن زنجیره کا او ظلامت کو او حدیثه و گواستین هر زنجیره کا و شوانا اوید کو بجنه سلسله الرجال اوید کو حدیث واسطه وانا هاتیه و گوستن هر سلسله که هر زنجیره که شوانا ابو هریره ناف دابتن الدفع علماء حدیثه او سلسله یانجی او ریکه او طریقه اش حمیه مزبیت تره بونمونه از هنده که بیجم ریکه که شوانا اواد بجتن حماد بن یزید ابن سیرین و ابو هریره
يعني حماد بن يزيد ياش ابن سيرين يفاجو هاستي وبشتينجي ابو ابن سيرين ياش ابو هريره يفاجو هاستي افريكا ريكادوي زهري اش سعيد بن مسيبش ابو هريره يعني قصدا فلان عن فلان عن فلان قال قبا جهشت ابو هريره حما فيجا اهل حديثه بشتراس مكاف حديثه يا صحيحه مالك زهري سعيد بن مسيب وهروس ابو هريره ابا زنجيره قاديه زنجيره قادي سفيان زهري سعيد بن مسيب ابو هريره ابا زنجيره قاديه هروس زنجيره قادي معمر عن زهري عن سعيد عن ابو هريره لو ما خوشكبرات عزيز ما قلت هر حديثه كا سند گشت ابو هريره بشكو گومان زنايت حديثه فرموده پیغمبر اسلام خود سربن او يعني پشتراستي و يا ورگتي چونكو ابو هريره ايكش زنايت حديثش همي ماز بيترو دقيق تر بي بوو گواسنا حديثه اش زرده و پیغمبر خود اسلام خود سر پیغمبر خود بن يش همي پتر دجمناتي ابو هريره كري طبعا مستشرقه كه روشالات ناسكه ناويد بجنه جولدست هير جولدست هير اوي كتابه كسر ابو هريره چيكر وهندي شبهاك ببختيك هيا حمي خركي وكي كراسك ليكر وكي كبناك ليكر كرا بر ابو هريره وابو هريره حاشا وك مروفكي يدراوكر مروفكي ببخت مروفكي جبيرت كت مروفكي حاشاي اف صفات كريت حميد دي فنان او بجشنيكا الكتابه خدا بلاف كرن جاري اوا ام بيجين بابو اوا جولدستير اوا كافر كه مثلا روش اواي يهاتي ورسر كساتي ابو هريره يا نفيسيو او دجمنه او دجمن جي هندي بيچه بتن اكيد دي دربيل تادتو حتى كساتي تا بكوجت بس بري مخابني و هكر انبر خدينا يعني زنايت يت شيعه بجايت هاتين هندي او ببختي وشبهه ابيت جولدستيري اف اف روشالات ناسي اوي كافر ملحد اوي دجمن اسلامي يعني زنايت يت شيعه يتاتين او ببختيه حمي شوي وغواسين شوي كافري وشنيك يتاتين كرينت كتابه خدا والعالم الاسلامي بلاف كريم بون مونايك شونا عبد الحسين العاملي اف ايكش زنايت يت شيعانه كتابك تشيكل سر ابو هريره ناويكر ابو هريره هندي بيزانين معلومات يعني يد فيك تبا حمي شوي كافري هبرجتين أبيش يعني أمد بيجيني جولدستير أبي مستشرقها هروصة يعني حتى دمائك عبد الحسين العاملي حاشا خواه يعني التوكا كفريجي كرا كراستوي أبو هريرة قوتي أبو هريرة مروفاكي كافر بي هندي هند حاشا دراوي در حقا پیغمبري داكرين صلابة خود السر پیغمبري بين ونبس أببتني وإنما عبد الحسين العاملي أبي ديك هبي يعني قطابيك هبي قوتني أبو ريا أبو ريا هشتا حاشا يعني هزار جارة يعني خراب ترش سيداي اخو عبد الحسين العاملي ابي كتابك شكر اضواء على السنه واوجي شوي هافيتيا ابو هريره وفيجاش سيداي اخو دجوارتر يا هافيتيا وشخصيه طويله شكونديو كريت كري دا صحكي نخش كبرات عزيز امل فيري اتخلكت في برنامج دا اجر خدي حاسكه وظيفه ما افاياك وام لا برا ابو هريره كاتشوا تاريخ بو منقل كيديا بريكت درس نشاوا بدن ان شاء الله دافك ساتيها ظلال وصافي بتناسكرن ويعني شوان همي شبهات وغمان السربي هاتينا كوم كرن جي باقش وبجي ممكن ان شاء الله باكي جلتك كي سبي نشاوا بدن كو افا ايك الصحابة پیغمبرية صلاة خده السر پیغمبري بن دا صحكي نيكاني مصترين شبهة يعني ببختي وشبهش حمية مصدر او يبدف ابو هريره وفناين دجمنت بسرمانه بجا چی شیع بن چی جی روش حالات ناز بنو خلکی روش آوائی بن خوش کبرایت عزیز طبعا او عبد الحسین العاملی اف زانای شیع دبیجتن دبیجتن طبعا هر دو کاجی ابو رایی جی و هر وصا عبد الحسین العاملی جی اف شبهیات کتیبا خدا اینا یا خوارد بجن او فتره او سه سالت ابو هریره وقتی والی وقتی يعني والي ي منطقه بحريني منطقه يا بحريني تقريبا كفتر روشالات جزيره عربه سي صلاه ابو هريره اتقال صحابيه كي دي هردو يعني ده صلاه منطقه بحريني دست واندابي بشتي زفريا و ابو هريره اتخلكت بورج دم بحسي بكري هندك مال القلقه اينابي ببخت ودجمنت بجن ابو هريره او مال حاشا همي بتعداريش عالم استاندي ويدزيش بيت المال بجن 10000 دينار زيري ابو هريره يعنيش بيت المال بصرمان المنطقه بحريره يدزين ويدبخوا ايناي
وحتى بيجن أول سر أزماني وانا بيجن إمام عمر أو باراجستاندن وإمام عمر ديناية وفصل جيكيرش بوستيوي أول شوك شبهة دا صحكيني كاني أول آخفتني كان حقيقة بوهي كاني حاشا يعني جبي بختي ودرو هاتينا بالدان بو أبو هريرش زاري وانا با يانجي ببختيه كا وكي ما قوتي يعني حقدو كربو عيناتا وانا السر إسلامي وكي قوتي يا رشتيا سر كساتيا يا أبو هريري دا أمبيجين يعني دا رواية صحيح طبعاً يتهين أتبيجن أبو هريرة وقت شوية منطقة يا بحرين راستا دست هلا دار منطقة بحرين بوالي بي بس قال هندي جدا قبل ناكر كو راتبي بخط حتى راتبه أو راتبه بوالي تهات أو راتبه ندخر قوتي راتب يعني يه دست هلا داريا مالي خلقية وتبت احتمال جارك يعني نمالكي درز بتبومن بخبر دا سيكي روجان السحاري حتى إيفاري يعني بخش شو لتكير حتى خلاكيت بوري ده ما بحث كير رواية صحيحة تاني التاريخي مش مروبة مظبيطة تاتي نقل كيرن وتبيجن أبو هريرة أو بارا همي يعني بتجارته وكرينو فروتنا جيانا ورا وبازا وحشترا وقارانا وتشتوصا ويعني واكيد بيجن تجارتي أبو خاكيري حتى أو مالكم كيري حتى وقت الزبر ياباجي إمام عمر بسيار جي كير تقاف مالاش كيف عناية قوتي من يبخش شو لكيري إمام عمر ديفتشون بو في باباتي كير بلي با بريكيت درست وصحابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو ابو هريره بين الشاهد كاف مالا يا حلال يا ابو هريره حتى هندك شوان جيانورا بازو بزنو كاچيلن كاچتشتن يعني ابو هريره دياري داينه امام عمر يتخفى كشتن يتخارين قالوا هكر مال ابو هريره حرام با دا چوا امام عمر يعني وي وان حيوانا اش ابو هريره ورگرتن و دياري و داختن ابي اكيا دوي حاشا هكر ابو هريره مرو وكيد ذيكر با دا چوا بو جارا دوي بوجارا دوه امام عمر دا داخوازش ابو هريره كت ببتا يعني ببتا والي منطقه كادي يعني داخواز جيكر گوتي با والي دي تفريق ما منطقه كادي ابو هريره گوتي يا امام عمر گوتي اسي واسطيم اسي دان عمرم حكتو بلخش من فكي از دي بخوا دو مايكا عمري خوا پرستنا خود تعالى كم يعني هكر حاشا ابو هريره مرو وكي دزيكر با گندل با وكي گندلت دي گاوه دا چوا اکی وکی امام عمر بجا وقتی ام بجین عمر و دیفچوناوی بو دست حالاتا و تحقیقات توی وکانی توی سر مال خوارنا مال حرام و گندلیه یعنی اگر اوه اش وکی گوتیش اش تورا امام عمر قرطال بی بمعنه و مروکی صافیه هکر خواه چند شیعه و هر واسه زنایت روش آوائی جی چند ازمان خواه دریش کنجی هر کسات یاوی دمینتن پاقجو هر واسه یا بجین خوشکو برایت عزیز يعني شبها يعني هروسا بيجن قالك حديثية الروايات كرين أف أخفتنا جيكا هاي شبها دوي بيجن إمام أبو هريرة قالك حديثية الروايات كرين ومده ماناويت قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم 4 سال بي يعني أبو هريرة 4 سالة مايل ديوانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مش تنجي پیغمبر وفات كري بس بيجن كاسي هندوي رواتا حديثانا كري چوات خلال 4 سالة دا أفاجي شبها يا طبعا سر أزماني وانا بيجن چوا أبو هريرة يعني خلال في مده كردا 5374 حديثش پیغمبري وغوهاستنا طبعا حتى بجن پترش هر چار خليفة پیغمبري جي صلابت خلی سر بن ابو هريري حديث يد وغوهاستين دبرا خودين جابا و شبهه آن اوه ببختيا كده چواشين يعني اوه ببختيا هجي السر پشتا ابو هريري لادين يا ايكي خليفة پیغمبري اش ابو بكري بگرب حتى امام علي همي دست هلات دار بين و هر وصاجي يعني ظلام الدولة بين يعني حكمة كير سياسة بريفت بير إدارة يا ولايتات كير بايتخت إسلام بيفيوانا وبي فتوحات وحركات الجهاد بيفيوانا وبين بريارة سياسية ويت اقتصادية آبوري يعني سرقوهية الدولة إسلام حمي وانات كير وحتى سر زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو ما أبتا ندجهشتن بين ديوانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مجيل بين بسرو بارو كارو بار الدولة با ایکی وکی ابو هریره نمال و نحال و چطش نین و چط لپاداین همه 24 ساعت دیوان پیغمبری اکید به گمان ابو هریره دش هر چار خلیفه پیغمبری صلابت خوری سر بن مگود ده پتر حدیث پیغمبری وگو هستن اول خالد دوی ابو هریره مگود یعنی خواه ترخان کر بی شول اکی دینه کر کد و کسب اکی دینه کر جبلی کو علم و زانست ورد گرد و بلاوت گرد و تناف خلکه ده ترنشت خواهر کچکو دیوانا يعني وخلك هوجب بي هل خلك هوجي أبو هريرة بي كو حديثة پیغمبري بوانا وقو هستو فتوى داخوزا يعني فتوى خلق جيت كرو أو جابا خلق دا لو ما يعني
گله گله حدیث پیغمبر یت و گوهاتی بجا هما هر کو کار خو یعنی چوا وی گاو ام لومی خالد کره ولیدی ناکین کو اوی گله حدیث نه و گوهاستینه چون کو یم جیل بی حرب و جهاد و هر وسدی سو ام ابو هریره جی یعنی توان برناکین کو گله حدیث یت و گوهاستین چون کو یم جیل بی علمی ده یعنی اکی وکی ابو هریره يعني وكي خالدي نچويا ميدان الجهاد والشر والحرب كوجا حتى بشتينجي حديث تويت كيمبن خالد شو 24 ساعه بشف الروش بدنياي وبي بجهاد وغزوات وبي لو ما احتمال خالدي هميت حياته خد احتمال 4 حديث جي نبغوا هاستينش پیغمبر اسلام قدس نگشت بيت ديوانا پیغمبر اما ابو هريره حكب الاف اجي يعني حديث پیغمبر و گوهاست بن نحن را و نه یعنی نتشته که یه وکی گوتی جه حیبت یه بوچی چونکو ابو هریره 24 ساعت دیوانا پیغمبری همه هر ندر کتا اشمالا پیغمبری صلابت خود سر پیغمبری بن حتی پشتی هنگه ادبیجن ابو هریره دی سابه شبه کد بیجنش عایشای جی پتر یعنی روایتا حدیثا یا کری جاره اوج راسته ابو هریره دی سابه دیکا عایشا جی کو اوج جنکا پیغمبری صلابت خود سر بن عمر خواه همیل گل پیغمبری بوراندی و خوش عایشه جی پتر یعنی حدیثت روایت کرین دابین سروی خالج راوستین راسته ابو هریره پترش عایشه و کی گوتی حدیثت و گواستین اگر چیه بو چی چونکی دیکا عایشه ات مالا خوه بی رینشتی بی هکر ایکی ویابا یعنی پسیاره که جیب کت یا فتوه که جیب طلب کتن دا چود درگه وی قطتن و دا خوزه فتوه کت و دا پسیاره خوشی کت گلو سحاره حتی ایواره چند دا درگه عایشه قطعه هنی حما احتمالا بلا اسبوع دوا سیا آن هیوی چار پینجا که چو بندرگیه توی قطابن اوه خالک یعنی عایشه نل کچکو دیوانا یا برهف بیو و چوه و اکی گوتی سیکو بازار را و نف اهل مدینه و الکوچکو دیوان و جواتان و وجا سر دیوان رو انتخوار عالم پس یارا جب کتب فتوه جب خواستن عایشه جنکه المادی را انتخوار خاص پشتی پیغمبری صلابت خود سر بن هر ندر کتی ایک جاری اما ابو هریره اهل دیوانان اهل جواتان اهل کوچکان اهل سیکو بازاران 24 ساعت یج در و و شول و کد و کسپایی بس اوبی عالم پسیار جد کرنج برهنده یعنی روایت حدیثی یت ابو هریره دی گله گله پتر بن شیت دیک عایشه اوش خالک خالا دوی اویا روایت حدیثی یت عایشه بهرا پتر گریدای بینیب جنکاو یعنی او بابت جنکاو گریدای احتمالا پتر جنک چون پسیار پسیار خوا جید کر او بابت جنکاو گریدای اما یت ابو هریره بابت جورا و جورن جنکاو گریدای ابو هریره گوتین ظلام و گریدای مال و گریدای باب و گریدای دیکه و گریدای دنیای و گریدای آخرت و گریدای یعنی او حدیثت ابو هریره و گوهاستین دنیا و آخرت حمی پک و یا وکی گوتی و گرتی لو ما ریدا یعنی حدیثت ابو هریره دید پتر بن بالتأکید اش حدیثت ید دیکا یا عائشه هر وسا خالکا دیجی خوشکو برایت عزیز هندی که ابو هریره بی ابو هریره عمریوی گلگ گلگ دریج بی یعنی ایک شوان صحابت پیغمبری بی اویت ماین یعنی بو ما اکی گلگ گلگ دریج پشتی پیغمبری طبعا هندی روزه که پشتی پیغمبری ما بد اکی پسیاره که جه کری اوی حدیثه کاش پیغمبری و گواستی بوی کسی و فتواوی یا دای و هر وسا یعنی پسیاراوی یا بو برسف دای چون کندک صحابت پیغمبری اما پشتی پیغمبری مباشر یت مرین اوانا گله حدیث یعنی نه و گواستینه هندک ساله که هندک دو ساله هندک اما پینجی و نه هجری هزر که پینجی و نه ساله پشتی هجرتا پیغمبری زی که 6 ساله پشتی هجرتا پیغمبری صلابت خود سر بن ابو هریره یه مایستاق یعنی حتی بیجن ابتنه ایک صحابه پشتی وی یه مری او جی انس کره انس بی انس بن مالک بی صحابه پیغمبری صلی الله علیه و سلم اما یعنی ابو هریره یک شوان صحابه بیت کو اش همیا پتر ما یساق امری و دریج بی لو ما پتر روایت حدیث یت کرین ام همیت زانین و وجا پشتی هنگه یعنی لو ما اوا یک شوان اگر انا کو گلا کی بو عالم اخفتی و گلا کل کوچ کو دیوانا ریش کی خور لو ما حدیث اوی اش حدیث دی پتر هر وسا گلا کی مال دیوانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم یت گل پیغمبری صلی الله علیه و سلم یی مای يعني او 4 سالت او مايل قال او جانا خد قال پیغمبري يساق هما خد دقيقه كي جي احتمال اكر ام بحسي ابي دمي نفستني ناكين چكو يعني نت مال قال پیغمبري صلابت خد سر احتمال حطاني باش شوي جيت ما بس وقتت بي دمي شوي دمي نفستني چو مال اخوا يعني چو ان مزقفته پیغمبري صلابت خد سر من اجبر هندي اتوان 4 سالا دا يعني كسي هنديوي قل پیغمبري نبي او حديث پیغمبري نبي جاري قالو هكر ام في غافي بيجين
يعني جمارة حديثة أبو هريرة 5374 حديث يد وقواتين 5374 حديث باشا أبو هريرة يعني 4 سالة مال قل پیغمبري 4 سالة في 12 بكا كو هر سالة 12 هيوان بشتهنگي في سه بكا كو هر هيوك سه روجن دي جمارة روجا بتا چند؟ دي بتا 1440 روج 1440 روجا أبو هريرة يل ديوانا پیغمبري آماده بي قلو هكر أمبين جمارة وان حديثة أبو هريرة إش پیغمبری و گواستین دابش کین السروان روجا کو 1440 روجن ده هر روجه 4 حدیث پیغمبری تنه در کوین دابش ده بتن 4 حدیث انجام ده 4 حدیث گلو ما هکر ابو هریرا اوی کو بر دوام دیوان پیغمبری روجه 4 حدیثش حتی 4 حدیث جنا در کوین 3 و کسرک در کوین یعنی 3 و 7 و 5 صد تقریبا نا 4 حدیث جی یعنی هکر 4 حدیث جی بابو و گواست بن ما گلاکه يعني اگر ایک 24 ساعت گل ایکی بت ماده بس 4 گوتنا جی گلی بت دی 4 اخفتنا بتنش دبیوی ور گرتن بلکی دی عشرات جی ور احتمال مئات صحبتا دی جی ور خاص پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم بجا کنگی يعني گلک ابو ایکی و ایکی ابو هریره 1440 روز اپ میتل گل پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم و هر روزه 4 حدیثش پیغمبری و گواستبن هکر ام معدلی بیجن يعني معدلی يعني بماوي وان 4 سالا دا دي بن 5374 حديثة پیغمبري صلاة خود سر بن يعني اوه 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 وكي رقمكي حسابي يعني برعاقل اوه وكي كاچا ام بجين ايك زائد ايك يساوي دو سات شتاكي گلا گلا كي برعاقل روجه 4 حديث نگلا كن دي بوچي بي ببخت يبديف جامري ون اوه خالقادي هر دي ساوا ابو هريرة چد بجدن بجدن والله هكا نش بار وان هر دو آيات سورة بقرة دابان والله يك حديثة پیغمبری صلاة خود سربن منفد گوهز بو بسرمانا يك حديثة بتنجي قوتنه كيش آيات قرآن نيا ابو هريرة قوت او آيات بجتن إن الذين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم طبعا أبو هريرة بيشتن أفآت القرآن بيشتن رب العالمين دي لعنة الوان مروفاكت أبي علمك بزانت وأبي علمي الدفخة بشيرن بو عالمي يعني ناف عالمي دا بلافنا كنو بو عالمي نفقه سنو ونبيجن قوتي ازش لعنتي رب العالمين الترصام هكا ناش برفان لعنتا با قوتي اجدر مخوري مالت خوا مالا خوا ما دابو چو خوا سري خوا جيش كم فان حديثا باو حتى في قاوي فان ببختيا ابديف من فرن لو ما خشكو برايت عزيز يعني ايكي وكي ابو هريري يعني اش ترصا خودي اف حديثة همية فاقواستين نبو زوقا خوا انجي نبو مرمكا دي انجي بو مقصر كادي افا خالك دي دي سابا پیغمبري صلابت خود سربن دعايا بو ابو هريري كري دعا قوتي جارك ابو هريره قلت من قلت يا رسول الله قلت من قلت وقت استشتي يعني تخينم ان اك بمريش از ديكاش بيرت كم انا قلت پیغمبري صلاه الله عليه وسلم قلت امن كا قميص خبيخه او دو جار اف صحبته ما قلت من قميص خايخس قلت پیغمبر ناف قميص مدا اخر قلت من بسنجي خبنا ومكره بر خبشتي هنجي قلت رب العالمين وان من كركو اس ايدي تجارات اشتا اجبيرناكم وپیغمبري صلاه الله عليه وسلم بمن دعاء كرن هر وصا ابو هريره يعني كسي هنديوي قطابي نبين قطابي هر عالمه كي قلق قطابي هبن بيقومان قطابيت ويدي علميوي بلافكن بجا چه صحابت پیغمبری صلاة خود سبن خواه حتى عبدالله كوري عباسي خواه حتى عبدالله كوري عمري خواه حتى امام عمر كسي هندي ابو هريره قطابي نبين قلق قطابي قلق طالب هبين بيقومان اف قطابيه دش سيداي خواه اخفتنا وغو هزن لو ما حديثة ابو هريره وغو هستين بريكا قطابيت وي حتى بجن 800 طالب ابو هريره هبين 800 طالب بجوره 800 طالب بتشول بكن وعلمت بلاف بكن وبحثت بعالم بكن او روايات تش پیغمبري فاقو هاستين اوان روايات تف عدم دا بلاف كن بيقومان علمتا علم ابو هريره دي ايتا حديثة دي اينا حفظ كرن بوچي چكو بشتوي امانا كي گلا گلا كي مازن يعني عقل و مشك و دل 800 طالبا يبيا او امان اويت حديثة پیغمبري اويت ابو هريره فاقو هاستين يتدهاتين فاقو هاستن لو ما خشكو برايت عزيز هندا يعني هندا يعني حديث ابو هريره ي ادفاغو هاستين هر وصا خالك دي جي دائم السرفيجي بساكنين يعني بجن اف حديثه ابو هريره فاغو هاستين همي سنه دوا ناغه ابو هريره
يعني جل جل جارا حديثك يهات يا بالدا يا أبو هريرة بس ندي بناجهته جاري أبصر أبو هريرة نا حصابة أف إيك يا دوي خالد دوي أف إيكو يعني حديثة أبو هريرة تقسيمت بين بوبان كانت حديثة إيك شوانا ما قلت عندك حديث شوانا أو أبيت كوس سنديوان يعني ناجهنا أبو هريرة أف إيك يا دوي وعندك حديث شوانا جي دوبارنا يعني حديثك بس كير دو بابتاتيت يعني دو بابتا مثلا ايك شوانا بابت اخلاصية يدي بابت جهادية آن بابت معاملاتنا اف حديثة دو جاية هاتي اخواري و هر ايك حديثة بس دو جارة سلوية هاتي حساب كن لو ما جمارة حديثتوي يعني هنده زيدة بين افا خالك خالك ها ديجي افا يا هندك حديث جوانا نبس ابو هريره وغواستينا هندك عندك اسناد ديت هين هندك ظلام ديجيت وغواستي نبس ابو هريره اواجي ايش حديثه ابو هريره هروصا ابو هريره دي سابا يعني قلق قلق روايات نش زرده به پیغمبري پنه گلي بينه يش زرده به صحابه پیغمبري او خلفا او جنكيت پیغمبري وغواستين يعني ابو هريره بنمونه يچويا دف ديكا عائشه ان ام سلمه ان حفصه اوانا حديثا كش پیغمبریا و گواستی ابو هريره شوانا و گواستی یان ابو هريره چو ديوانا امام ابو بكر ان امام عمر و ي بو اخفتين ابي او حديثا يا رواكن اذا همي حديثه ابو هريره ناون اويت مباشره ابو هريره اجزار ده پیغمبري صلوات خوري سربن و گواستين وجا اگر وي گاوي شيعه بن مونه کو دجمنت وي وي دينين اگر ام بيجين يعني طعنل ابو هريره بدن كود بيجين قالك حديثه روايات كرين بابو تشيل خوانا زفرن ايكي وكي جابر بن يزيدي طبعا بيجن 7000 حديث يش محمد الباقري يعني فاغواستين جابر بن يزيد عالمكش عالمت حديثه شي انا 7000 حديث يش يعني محمد الباقري فاغواستين هروصا ابان بن تغليب اش جعفر الصادقي 7000 حديث يش جعفر الصادقي فاغواستين اي كديد قلتني محمد بن مسلم اش باقري وهروصا يعني الصادقي بيجن ايش ايك شوانا 7000 حديث شيري 16000 حديث باشا 7000 حديث الكيري و 5000 حديث الكيري باشا اي قال شي ابو تشي نو هاجن علماء اخوا هكر ابو هريره 5000 حديث فغواستبن بابا هين بو تشينا بجنا يعني جابري ومسلمي يعني جابري مثلا محمد بن مسلمي واباني بو تشين وان نازفرنو وطعنا الوان نادن كو انا 7000 حديثش امام توش ائمه تو ابد بجن 12 فغواستين باشا كيش مصطرة لا ما خشكو برايت عزيز هكا ام بين السر يعني اخفتني زانايا در حق ابو هريره دا يعني فغو هزين دي منين عجب قرتي اكي واكي ابن عمري خدي جرازي بتن قوتا ابو هريره قوتي كنت الزمنا لرسول الله قوتي كس هنديتا يعني نما الديوانا پیغمبري تشمه هميا بتري مال ديوانا پیغمبري لو ما تشمه هميا وانت اعلمنا بحديثه وتشمه هميا شارزاتريت حديثا پیغمبري افا اختنا كيا افا اختنا عبد الله كوري عمر يار وصا امام الشافعي بيجتن احفظ من روى الحديث يش حميا بتر رواط حديث پیغمبري كري صلاة الله عليه وسلم ابو هريره افا دام بيدانا كيا دام بيدانا يا امام الشافعي يعني هروصا امام الذهبي بيجتن ابو هريره سيد الحفاظ ابو هريره سيد الحفاظ يعني سردار والسرور هميش بركريت حديثه پیغمبر صلى الله عليه وسلم السرور بن يعني سر ابو هريره بن خوش كبرات عزيز او دمكو يعني ابو هريره داش دنياي باركتن جري طبعا وقت جري قلتني ابو هريره هشت دلته بدف دنياي وقلت نب خدي اسند خما دنياي ما بل با سفرك دير درشال برمن واز اي خصيمت نبره بحشت جهنم دا انا زانم كابو كيش كي بو بحشت يانجي جهنم يعني دي اما فاغو هاستن قلتي وقتي مري يعني عشرات يعني بصرمانه مئات الاف احتمال عالم نفيش يالي كي حتى تنافصفت نفيش دا صحابه بيغمري كي عبد الله كري عمري وهروسا ابو سعيد الخدري اتناف وان صفت نفيش دا بين اويت يعني نفيش ابو هريره كري وطبعا معاويه وقتي قلي بي ابو هريره وفات كري هر دو جاوا كري جري بوفي عالم هند مازن ووصيه المرواني كر مروان بن حكمي قوتي يعني جابتا البتشيكي تويبت بارا بدي مالي بدي خانيا كي بو اوفاكا ابو هريره زانا وعالم حديثا پیغمبري بالصلاه والسلام هر وصا پشتوان امام عثمان جي بخوش كبرات عزيز بچند ماتين دو مايكاوي خلكي حتى الخلكه قد بيهينا ان شاء الله صلاه خدر سرابن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.